التصعيد الإسرائيلي لم يهدأ على قطاع غزة. سلسلة غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال على مواقع متفرقة كانت كفيلة بأن تحدث أضرارا في المنازل المحيطة بالمواقع دون أن يبلغ عن وقوع أي من الإصابات. خيار المقاومة هو خيار الشعب بأكمله، وأن العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة هو تطور خطير يتحمل عدو الصهيوني مسؤوليته الكاملة، وأن المقاومة لن تسمح للعدو بتغيير قواعد الاشتباك، واستمرار هذا العدوان يعني أن فاتورة الحساب تزداد لدى المقاومة الفلسطينية. الهبة الشعبية الفلسطينية لا زالت متواصلة، مسيرة حاشدة بكافة الأراضي الفلسطينية تعبيرا عن الغضب من القرارات الأمريكية الأخيرة. التحديات التي أمامنا كبرى، وهو تحدي ما تتعرض له المدينة القدس، لهذا مطلوب منا كفلسطينيين نهاية الانقسام واستعادة الوحدة في إطار مؤسسات تعزز فيها الشراكة لجهة استراتيجية وطنية. إنها عاصمة لفلسطين، فلسطين القدس أرض وقف لكل المسلمين في العالم وليس كما يدعون. الشباب اليوم ليقول لا لقرارات ترامب، لا لمثل هذه العنجهية الأمريكية، مؤكدين أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية. الشباب اليوم في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس وفي جميع أماكن تواجده العربي والإسلامي ينتفض اليوم. المناطق الحدودية هي الأكثر سخونة في قطاع غزة، فقد شهدت اشتباكات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين. الحراك الشعبي الفلسطيني لا زال متواصل تنديدا بالقرار الأمريكي الأخير. هذه الجموع تؤكد بأن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة، فلسطين.